شكرا 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 على الزقفة، شكرا لحضوركم، شكرا للاستقبال الحلو. شكرا 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 للمصورين، للإضاءة، للمخرج، لمساعدة المخرج، لكل اللي بيشتغلوا. شكرا شكرا للإكيب كله. يعني أنا لساني عاجز عن الشكر وما عم بلاقي الكلمات المناسبة لأشكركم، وإن شاء الله ما أكون نسيت حدا. الإنسان بشكل عام أول ما يطلعوا سنينه ويبلش يحكي بيقول ماما، بابا، تيتا، ناني، بوبو، إغ، بو، كخ، إي، هيك إشياء بيقولها. بس بلبنان، بس بلبنان أول كلمة بيلفظها الولد أو بيتعلمها هو على صدر أمه بقول شكرا. هيك شكرا شكرا. تعالكم ليش؟ لأنه عنده شك، إنه يعني بضل شاكك إنه الحليب اللي عم بيرضعه جاي بصندوق إعاشة، ولازم يقول شكرا للي بعت له إياه. شكرا شكرا شكرا. يعني يا خيي والله ما عم نلحق. شكرا قطر، شكرا سوريا، شكرا اردوغان، شكرا سعودية، شكرا إمارات، شكرا شكرا شكرا. قليل شو ياخذ من وقتنا كلمة شكرا؟ لا شكرا على واجي. لا شكر على واجب، شكرا جزيلا، كول وشكور، مشكور، بالشكر تدوم النعم. شكرا لزيارتكم وشكرا لإزعاجنا. ولك بالأسامي كمان فيه، ولك شاكر العبسي، شاكر البرجاوي، فضل شاكر، فايز شكر، ولك حتى أهم فنانة عالمية يلي من أصل لبناني اسمها شاكيرا. وبعدنا نازلين شكر وتشكرات على الشمال وعلى اليمين للسمر وللشكر. والسياسيين والسياسيين عم بيلعبونا شكر بكر ونحنا ماشيين مثل البكر. أنا برأيي اللي بيستاهل مظبوط نقول له شكرا، شكرا من القلب، شكرا على كل شيء، هي الدولة اللبنانية. دولتنا اللبنانية شكرا شكرا شكرا. شكرا على الطبابة المجانية، يعني المواطن بيحتار أي مستشفى بده يفوت. يعني والدليل على هذا الشيء، يعني بتلاحظوا بعد كل انفجار يا مين يستقبلوا ببلاش. لك في واحد بعرفه معه بحصة ملزع على نايب من 14 أدار مستهدف، قال بركي طلعت فيه شي عبوة، بضل لحقه ماشي وراه حتى انه بطلع فيه بج العبوه فيه، وهو بمرق البحصه وبمرق له تجميل ببلاش. معقول لازق فيه؟ شو بدك فيه؟ ما بتلاقي الا المرضى راكدين ورا المواكب المفيمه ليستفيدوا من القفر. وشكرا للدوله اللبنانيه على الحفريات والجور المفتوحه 12 شهر بالسنه. امبارح علقت علي الحزوقة، شربت مي، اكلت خبز ناشف، وضليت معلقة. ولك اجا واحد صار ينقذني وما لك كانت تروح، صحصحولي وما كانت تروح. قمت دغري، قلت ما في غير حل، طلعت بسيارتي، واول ما ظهرت من زروب بيتي قشط بجورة غير شكل، يعني اثنين باثنين مع نص متر نزول. هلا بعرف بجوا ثلاثة دوليب بس راحت الحزوقة. ثانكس. شكرا دولتنا، شكرا شكرا لدولتنا على الأمن المستتب وحماية الحدود من كل الاعتداءات الغاشمة. حدود مشرعة، الفيت فيت والظاهر ظاهر. شكرا لدولتنا على فرص العمل، لأنه الشباب كلهم أخذين فرص من العمل وفرص مفتوحة. يعني انتو قد ما في فرص عمل مش عارفين شو بدكم تنقوا شغل. انا اكيد كل واحد فيكم ضايع انه شو بدي اشتغل، هاي ولا هاي، خليني انطر شوي بس مازال قاعدين. يعني بس هيدي كلها رح تنحل لانه في فرص سانحة وفرص ضايعة وفرصة الساعة 10. شكرا على 3G وال4G وعقبال ما تيجي الانترنت. و
ولك يا عمي ولك شكراً للدولة الناجحة بفحص ميكانيك الشعب. وإذا بدنا نضل نشكر الدولة ما بنخلص لأنه أفضالها دافئة ومخجلتنا. وأهم شيء شكراً للطبقة السياسية يلي ما بتفرز إلا النخب والقيادات. إيه وبتقدمهم لخدمة الشعب. وإذا طبق شعار الرجل المناسب بالمكان المناسب صدقوني لا روميا بتساع ولا روما. وهيدا حكي وشكراً.